مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. أما خرائط درجات الحرارة فنلاحظ أن هناك تقريبا كتلة هوائية باردة نسبيا تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتمتد تدريجيا أيضا إلى المناطق الشمالية الشرقية، لكن هناك كتلة هوائية دافئة في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء تقريبا تميل إلى البرودة في الرياض، الصغرى بحدود 10 درجات مئوية، الصغرى الملموسة بحدود 8 درجات. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، ثلاثة أيام القادمة أجواء مستقرة مشمسة بالنهار، أيضا لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا. يوم الاثنين العظمى 22 والصغرى 11، يوم الثلاثاء العظمى 23 والصغرى 12، ويوم الاربعاء العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في مختلف مناطق المملكة، في إسكاكا وعرعر وتبوك أجواء مشمسة لطيفة بالنهار لكنها باردة نسبيا ليلا. إسكاكا 22.9، العرعر العظمى 21 والصغرى 8، تبوك العظمى 22 والصغرى 7 درجات، أجواء باردة بالليل. المناطق الغربية، منطقة جدة، المناطق هذه المناطق مشمسة بالنهار وأيضا لطيفة بالليل ومعتدلة نهارا لطيفة ليلا. جدة 30.20، المدينة المنورة 29.16، مكة المكرمة 33.20، والطائف 24 إلى 15 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أجواء غائمة جزئيا، في فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر لفترات محدودة خاصة في فترة ما بعد الظهر في جازان، وأيضا بقية المناطق الجنوبية الغربية بتكون تقريبا ما بين مشمسة وغائمة جزئيا. الباحة العظمى 17 والصغرى 12، أبها العظمى 21 والصغرى 11، جازان العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة، الدم أجواء مشمسة، والدمام العظمى 24 والصغرى 14، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة ليلا. حفر الباطن أجواء لطيفة نهارا لكنها باردة ليلا 23.11، والإحساء معتدلة نهارا إلى لطيفة وباردة نسبيا ليلا 24 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الوسطى، منطقة الرياض، في الرياض أجواء لطيفة في النهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا. في الرياض 22 إلى 11، بريدة 21 إلى 11، وحائل 21 إلى 9 درجات مئوية. أجواء مستقرة تقريبا، ودرجات الحرارة تقريبا بتكون لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع أوقاتا سعيدة، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.